الحقيقة موضوع قتل النساء يعني يبدو وهو كأنه فعل متطرف جدا، لذلك تضج مواقع التواصل الاجتماعي والشارع العربي يستنكر هذا الفعل من الجرائم. ولكن علينا قبل الحديث عن هذا الفعل الأكثر شكلا من أشكال التطرف الذي يظهر بصورة القتل، للأسف هناك تغاضي أو شبه تسامح مع حالات العنف ضد النساء التي تبدأ بشكل مبكر جدا قبل أن تصبح جريمة قتل. لا جريمة قتل تحدث فجأة، وإن كانت قتل المرحومتين نيرة أشرف وإيمان رشيد هي يعني كانت خارج جريمة القتل، حدثت من أفراد من خارج العائلة، وبالتالي كانت يعني مظهر مختلف إلى حد ما عن المظاهر التي نشهدها دائما بأن تقتل النساء على أيدي أفراد من داخل الأسرة. فإذا علينا يعني إذا أردنا أن نتصدى لجرائم قتل النساء، علينا ابتداء أن لا نتسامح مع أفعال العنف داخل الأسرة التي يتم التعاطي معها بحرمان المرأة من أبسط حقوقها، ثم يعني تصبح الوضع شائك أكثر إلى أن نصل إلى جريمة قتل. للأسف لا التشريعات في منطقتنا ولا السياسات ولا خدمات الحماية هي كافية لتحمي النساء من جرائم القتل. اليوم هذا المشهد فلنتخيل بأنه فتاتان في عمر الزهور لأنهم رفضوا الارتباط بشباب حسب ما كانت التحقيقات تشير تعرضتا للقتل. لبنى أيضا تعرضت للقتل لأنها أرادت الانفصال، فما بالك عن مئات النساء اللواتي يخوضن مسيرات صعبة سواء في تصعيب إجراءات الطلاق ولكن في لابد أن نذكر إجراءات أستاذة النفقة من الأبناء هالة، عذرا على لأنها المقاطعة، أرادت لابد أن الانفصال. نذكر بأنه بخصوص قضية ذبح الطالبة الجامعية نيار أشرف أمام باب جامعتها، بخصوص يعني القاتل، يعني سمعنا أخبار جديدة بأنه سوف يتم إعدامه، يعني وهنا العدالة أخذت مجراها حقا، بينما هناك قضايا أخرى ما زالت الأمور سائبة. يعني جريمة القتل لأنها بشعة ولأنها هزت الشارع، كان هناك تسريع في إجراءات المحاكمة، وبالتالي تم إيقاع أقصى العقوبات. وكذلك الأمر لو لم يقم بالانتحار المشتبه به بأنه قام بقتل إيمان رشيد، ربما أيضا لأنه قتل عمد كان بالضرورة سيكون حكمه، إذا ثبتت عليه الجريمة كان سيكون حكمه هو الإعدام. ولكن أنا ما أريد أن أقوله بأننا نتحدث عن جريمة إعدام، لكننا نريد أن نجنب النساء مسير أن يقتلن ثم نتحدث عن نعم عقوبة الفاعل. يعني نعم الوصول إلى العدالة هو مهم، وأن يعاقب الفاعلين مرتكبي هذه الجرائم هي مسألة غاية في الأهمية، وهو إنصاف للضحايا، ولكننا نريد أستاذة كنا هلا، هو نفضل إنصاف ونريد للضحايا، أن كل وأيضا النساء هناك من يعتبر أنه تطبيق القانون في هذا المجال يعني هو لردع أيضا من يفكر حتى بأنه يقوم بمثل هكذا جرائم أو يرتكب هكذا جرائم. يعني ما يعني يثبت لنا احيانا الدراسات الخاصه بالجريمه ان احيانا مرتكب الجريمه ربما لا يفكر في العقوبه، ربما هذا يردع اي شخص يعني يريد ان يكون يفكر بارتكاب جريمه بشكل اكثر وعيا، ربما يتحمل نتائجها ومخاطرها وغيرها. واحيانا المجرمين يعني يعتقدوا بانهم من الذكاء بحيث انهم قد يفروا بايقاع هذه العقوبات عليهم. اليوم نجد هناك اقوال تتحدث في مصر عن قاضٍ هو متهم بقتل زوجته، ولا صحيح أعرف إلى متى تستمر التحقيقات، فهل لم يكن يعلم هذا القاضي إن كان هو فعلا مرتكب هذه الجريمة بالعقوبة؟ المسألة التي أود التركيز عليها أنه من المهم إيقاع العقوبات والعقوبات الشديدة على من يرتكب هذا النوع من الجرائم، ولكن الأهم هو كيف نحمي النساء لأن لا يكن خبرا عاجلا، لأن لا يكن ضحايا هذه الجرائم وغيرها. أعتقد هذا هو السؤال الذي علينا أن نتحدث عنه.